قبل ده ابدا بتقييم المهرجان، احب اقول انه المهرجان بحضور الجماهير، بالتنظيم، بالفعاليات، بكثافه النشاط، بالفرق المشاركه، بالروح اللي خلقها، الحاله اللي اصبحت تسمى مهرجان في الجولان، ولا يقل اهميه او حتى من اي ناحيه، عن اي مستوى اي مهرجان انا كنت فيه من قبل أو اشتركت في تنظيمه أو اشتركت فيه كضيف. فأنا مش يعني مش قادر أكون محايد، والحديث هون بدور عن مش تواصل. هذا أنا برفض إنه نعمل تواصل. إحنا ما محتاجين مهرجانات لنتواصل، إحنا دائما موجودين مع بعض، وكل الأحوال إحنا عم نشترك. هاي الشراكة مش تواصل. التواصل يعني مفهوم استهلك. احنا اللي عم نعمل وعملنا، وبتأمل انه في المستقبل نجيكوا ضيوف مشاركين، ويكون في الجولان المهرجان مثل ما سمعت اليوم من الناس. انا سمعت واحد بقول لك تاني رايحين على المهرجان، ما سمعت عم بقول له انه بدي اروح احضر. يعني مش قادر، يعني شوي في انفعال في الموضوع، بس انا بحس انه وجود هالكم الهائل من الجمهور مقارنة بعدد سكان في منطقة مثل الجولان بدل على انه الناس محتاجة الفعاليات، والناس بتتقبل. ومش صحيح انه الجمهور عاوز كده. احنا عطينا للجمهور كل كان في تنوع في المهرجان، وكان في إقبال على كل على جميع التنوع. الأساس إنك تبني شيء اللي أنت تؤمن فيه وراح يوصل للناس. الأساس إنه يطلع من الأرض، يطلع من الناس، يوصل للناس. اللي ما بطلع من الناس ما بوصل للناس. فهذا اللي ميز هذا المهرجان. المشاركين كلهم سواء كانوا في الجولان أو بفلسطين، سواء اللي شارك بدعم أو ساهم في صف الكراسي وتنظيم المهرجان، كان عندهم روح وطاقة. بتهيأ لي لو كل مهرجانات العالم تعمل بهالطاقة، كان إحنا بنصير نراهن على الثقافة ونحطها في موقعها الصح، على إنها هي فعل إنساني عام، كل الناس، كل البشرية جزء منه. أنا سألت في أول المهرجان من قبل أحد الصحفيات الإسرائيليات، واستخدمت تعابير زي الدروز العرب، وقلت لها بلحظتها انه انا هاي المصطلحات ما بفهم معناها، وانا بقول مره ثانيه انه هاي هذا التقسيم وهاي المصطلحات، حتى كلمه الهضبه، حتى كلمه الطائفه، حتى كلمه شو بدي اقول لك، حتى اي مصطلح هو بنفي عنا انسانيتنا. اللي صار هون رجعنا شوي من إنسانيتنا، بأنه إحنا جزء من فعل ثقافي إنساني بوحدنا كل شيء، واللي بفرقنا اللي الاحتلال اشتغل على إنه يفرقنا.